صبح صباح الخير من غير ما يتكلم، صبحكم الله بالخيرات بالعلوم الزينة. يلا حيهم جهاد. قالوا رعان ذولي جهاد، شيل هذا، رد هذا، طلع ملابس هذا، عن هذا ضربني، عن قرصني، عن سوابي. يلا تصلحهم يا الله. أذر أذر الأمهات، ما لهن حيلة، ما الجنة تحت أقدام الأمهات. أذر أذر من الشر اللي مر عليها والعذاب والجهاد. حرام بالله إنها ارعية، رد هذا هنا وجيب هذا هنا، ويوي لك اذا ما طلع بالشكل الصح. اذرني في نعمه من اول ما ادري، انا القاهم جاهزين يا ربي لك الحمد، وعلى سنقات 10. الهي فرق فرق ما يعرف بغير اللي يجرب. يا جربت هالورعين ثم قام عانه قلبي، انا سوابي كف على ملابسي. تعرف انك في نعمه، بس لو قدرتك تضرب الباب ما تدري عن شيء، ولا انت مسؤول عن شيء، تلقى كل شيء جاهز. الله يعين. يلا خير من عندك يا الله. جهزنا شنطنا وماشيين، خلاص اليوم آخر يوم في الرحلة. وطبعا البهوات قاعدين يفطرون. ها تسوي فطور وتصحينا وتنظفين، ما راح تصير زي ما يعني، لا تحاول. صح هذا اللي عندك؟ أنا لوم حلولة وأنت أبوي يمكن فيه. أنت يا أبوي أب حلولة وأم حلولة في نفس الوقت. أبوي خلي عليك. أبوي طيب تقوم بعد. نعم أنت صغير. إيش تبغى؟ تبتعظم تصير زي والله العظيم. ايوه هافطر افطر من مثلكم من العدس والبيض هذا. الحمد لله عندك مثال مثل الرجال هذا، اذا دخلت تسبح وما يدخل ياخذ دقيقه، انت اللي دخلت ساعه ولا نص ساعه، والمشكله يطش ويروح في الحوض ولا يفرك ولا شيء، ويقول خليك في المويه عشان تنظف عشان ينظف. خلوه يسبح، يقول خلوه يسبح نص ساعه ساعه. يا اخي يجيني الشعور احس عامل انه في الملاهي ما دريت انه والله الحمام هذا باقي شوي. تخلي شو اسمه؟ ايه شو اسمه؟ افطر افطر والله انا جيت ابوك نقطه واحده اني لا شيء برموشك. افطر يا ويلي ويلي يا ناس يا ناس الحقونا يا ناس. لا ما بقت ما بقت، كنت كبير عاقل. اترك اخوك الصغير، عورته. صراحه انها كانت من اجمل الرحل بهالجروب الجميل، انبسطنا وما نقول الا شكرا وكثر خيركم يا هلا. وشكرا لفندق بيات على هالإقامة الجميلة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نرجع لأبها في أقرب وقت. صراحة أنا من الناس اللي يحبون أبها، ولا وش رأيكم يا شباب؟ الله الله ما في مثل أبها. كيف تنحنح الله معلش أعوذكم، إن شاء الله في رحلة ثانية تقريبا تقدر تقول انتهت. الله كريم. جميله جدا الجميل والله. انت بصعب ان شاء الله باذن الله القادم اجمل. الله يجزاك باذن ايامك يا ابو باذن الواحد له. اللهم وترف اقدم لك هالورد هديه. الورد واحد. شوفك استانست بالورد ما شاء الله. انا اول مره يجيني ورد. تستاهل والله، صرت كيوت من المسكه، واضح انك كيوت. عندي مرة تموت هذه يومي بعد يومي رشها. ترى على كذا احس ان الوايت على مين انت ابو حشر؟ انا مغرب. اهم شيء استانستن. اي والله انبسطنا. خلني اجزاك في علومك الطيبه فيك. الله يسعدك ويبارك فيك ابو حشر. اي والله انبسطنا، وليت اجواءك في الرحلات مثل اجواءك في الجنوب. تدري ها بيجيك صفقه وتكلم الورعان. انا ما الصفقه تدري من وش؟ انا رجال احب الجنوب. إيه وبعدين أي رحلة داخل المملكة انبسط. أما لو وديت الدروب اللي أنت خبرها ها مرض من حين وقع في المطار وأنا مريض. أنا مرض بس كاتم يا أخي. لا أنا ما أنت كتوم، أنا ما أقدر أكتم. أنا على طول أجيبها على طول وأخرب الدنيا وأحوسها. كاتم إلى قام النامس عندهم في الإنجيلات يتقطع رخص. يعني جوعان الخضار. يا أخي الخضار إيش سوي باكل من ولد. بهو خميس بشيط لا يفوتكم هالفندق، فندق بيات. اعرف يا الربع من 3 سنوات جيت لحالي وجيت بهالي. تعال شوف شوف انت وش انت وش تباني اسطرع على ذرينا متوفر على ذرينا. هذا الاطفال زي كذا لازم يلعبون لازم يسوون والناس تعرف انه ورق بدين عامل. خلاص ها شوف شوف هنا القضي العام يحسب انها جفر صخل. هو شاير لك صخل ما هم بلونه يا بحر.
ورين؟ لا 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 متأثر بالكراتين هذا النعومة ولا خلق. امشي اطلع يلا على السيارة. بالله هذا وهم بوجهه على السيارة. بالله ما لا 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 نقص على بفش انت وين تبغى طبعا يا اخي والله يا بني ادم من ورا ماشي نقدم على الحجاز بعيد وني اقعد في الوسط انا وش تجيب لنا معك ماش وش تجيب لنا معك جاب نبغى نلعب ماش ما نلعب ايش ننزل على الخرمان على طريق الرياض السريع وانت مثلا ما تداوم وننزل على نمران وعبلته طيب. الدرب ولا لا يا سلام نبغى من عند بيشا ونقعته انت كنت اصلا العام فر راسك خط تربه مكسر اي نعم بعدي والله يا ابو سعود جبت لنا فطور هذه اجمل وجبه عند العزوبيه اسمع نبى نحرك بضروسنا بس لقى